أبرز صيحات الموضة لربيع وصيف 2023. من 9 ل 14 سبتمبر كان موعد محبي الموضة مع عروض أبرز دور الأزياء الأمريكية مع نيويورك فاشن ويك، اللي خطف الأنظار بالأزياء المميزة وسهل الطريق أمام الكثار لاختيار إطلالاتهم الأنسب لربيع وصيف 2023. وصحيح أنه كل دار أزياء له الطابع تبعه وستايله الخاص، لكن الموضة بتجمعهم كلهم، وأكيد أنه كلهم عرفونا أكثر على الترندز اللي رح نشوفها خلال هالموسم. والبداية من الألوان، فالعروض اللي شفناها بنيويورك فاشن ويك بتثبت أنه البرايت كولرز رح تكون صيحة ربيع والصيف 2023 كمان، خاصة الأزرق، البيربل والأورنج، كما والفوشيا والنيون. أما بالنسبة للقصات فالبداية مع التنانير، والظاهر أنه رح نشوف كثير من التنانير المنتفخة اللي كانت ترند الماضي. وهذه مش الترند الوحيدة اللي رح نسترجعها هالعام، فيبدو أنه رح نرجع نشوف اللو ويست بكثرة بعد ما كان الهاي ويست هو إن لعدة سنوات، فشفنا هالنوع من البانتس بأكثر من عرض، خاصة بيتر دو وتي بي. والسهرات والحفلات كان لهم حصة من إبداع المصممين، فشفنا الكثير من الشايني أوتفيتس والميتاليك بيسز. وما فينا نقول سبرينج وسمر وما نشوف الفلورال برينتس، بس هالمرة مع التاتش مختلفة، فعم بتكون ثلاثية الأبعاد. بس كل هذا ما بيعني الاستغناء عن الكلاسيكس مثل الليذر سكيرت اللي مكملة موضتها.